مشاهدينا متابعينا الاعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط السادس لتعداد اشواط الفترة المسائية، وتنطلق الاثارة المرافقة لانطلاقة هذا الشوط. نتواصل بالوصف والتعليق مع الخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة بالمسيرة المميزة. اول المراكز واول المنطلقين تواجد بحيحيل، على المركز الاول تعود الملكية لسعادة الشيخ احمد بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني وفهد بن سالم بن مسعود من يدير بحيحيل بعملية التضمير. المركز الثاني تقدم وتواجد سردال، وتعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وثالث المراكز يتواجد براك، تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وننتقل بدوري إلى المركز الرابع لنتابع تواجد سلهود، وتعود الملكية لسمو شيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المضمر فيصل بن طالب بن شريم المري. والمركز الخامس تواجد وتقدم من قبل ولد براق، تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة، ومن بعد ذلك نعود ونتحول الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط كي نرى القيادة السليمة لانطلاقة فحيحيل. من ينطلق مع الصدارة والمقدمة؟ وتعود ملكية فحيحيل لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم آل ثاني والمضمر فهد بن سالم بن مسعود من يقدم لنا فحيحيل بهذا الانطلاق المميز وبهذه القيادة السليمة لمجريات هذا الشوط. المركز الثاني ينطلق براك على ثاني المراكز، تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يدير بعملية التضمير. وثالث المراكز تواجد السردال، ينطلق سردال بالمرتبة الثالثة وحامل شعار هجن الشحانية وبرفقة عملاق المضمرين من يدير بعملية التضمير. المركز الرابع أتابع ندائي إلى الخمسة المراكز المتقدمة. رابع المراكز يتسلل بهذه اللحظات وينطلق ولد براق إلى المرتبة الرابعة، تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري واسمه براق من ينطلق بهذه اللحظات. وصلنا تعديل بالنسبة براق من يتواجد مع المركز الرابع. أتابع خامس المراكز، انطلاقة المركز الخامس وتواجد سلهود، تعود الملكية سمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم من يدير بالتضمير، وتغيرت أمور خامس المراكز من قبل السعدي. وصل السعدي أبعدي، ينطلق بشعار هجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية من يدير بعملية التضمير. ووصل مع أيضا السعدي أسماء مرافقة له بالانطلاق، لم يحن موعد تواجده بهذا الانطلاق. أعود إلى الصدارة، أعود إلى الفحيحيل، من ينطلق بأول المراكز ومن يتواجد بمقدمة هذا الشوط على الانطلاق الأول بقيادة سليمة وبريادة مميزة من قبل هذا الشعار. فحيحيل على المركز الأول، تعود الملكية لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم آل ثاني والمضمر فهد بن سالم بن مسعود من يدير بعملية التضمير. المركز الثاني ما زالت الأمور تسير مع براق على ثاني المراكز، ولم يتجدد على أي جديد على المركزين الأول والثاني، تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يدير بالتضمير، ومن يقدم الأسماء الكبيرة والأسماء المتواجدة التي رافقتنا في هذه الفترة المسائية بمسيرتها وأيضا بانطلاقاتها بالانتصارات المتوالية. المركز الثالث أراقب وأرى ثالث المراكز سردال، أيضا لم يتجدد على سردال أي جديد بانطلاقته على المرتبة الثالثة، وتعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ولكنني أرى براق بدأ ينطلق إلى المركز الثالث شيئا فشيئا، يتسلل من مركز إلى مركز وعينه على الصدارة وعلى الانطلاق المتقدم. براق تعود الملكية لهجن الشحانية وعملية التضمير لدى سالم بن فاران المري من يقدم لنا الذهبي، هذه الأسماء المميزة. أتابع ندائي مع المركز الرابع لأرى هنالك من ينطلق بهذه اللحظات ويتواجد السعدي،
تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية. يقدم لنا المشاغب هذه الأسماء مع الزمول وانطلاقة الزمول، ولكن سردار ينطلق بدوره إلى رابع المراكز ليشكل لنا المنافسة والانطلاق المميز. تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، وكذلك ينطلق الطائر مع الخمسة المراكز المتقدمة لأول ندى يصل بهذه اللحظات. تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، هذا هو النداء مع الخمسة المراكز المتقدمة. ولكن نعود إلى الثنائي الجميل، نعود إلى الثنائي المميز بانطلاقة براق من غير مجريات هذا الشوط وسحب البساط من تحت أقدام فيحيل، ينطلق مسيطرا بسيطرته التامة على أول المراكز. براق مع المقدمة ومع الصدارة والسيطرة. تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يدير بالتضمير المركز الثاني. تواجد فحيحيل على ثاني المراكز، بدأ ينطلق مع المرتبة الثانية بعدما كان قائدا لمجريات هذا الشوط. تعود ملكية فحيحيل لسعادة الشيخ أحمد بسلطان بن جاسم الثاني، والمضمر فهد بن سالم بن مسعود من يدير بعملية التضمير ومن يقدم لنا فحيحيل بهذا الانطلاق. المركز الثالث، بدأ يتقدم سردال وينطلق إلى المركز الثالث، وتعود ملكية الهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم لنا سردال الذي لا يزال بالانطلاق المميز مع المركز الثالث. المركز الرابع، تواجد براق، بدأ براق يبرق أيضا بيارق المنافسة والانطلاق المميز. هجن الشحانية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري. أرى الزمول بدأت تزيد من السرعة وبدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط مع انطلاقة الزمول وهدير الزمول. فحول المستقبل تنطلق بهذه اللحظات تتسلل من مركز إلى مركز لتتقدم إلى أول المراكز وإلى هذا التقدم الجميل. ولكن بدورنا نعود إلى الصدارة، إلى براق من يتواجد مع الانطلاق الأول ومن يقود مجريات هذا الشوط ويفتتح مجريات الكيلو متر الأخير والكيلو المثير بتغيراته وبانطلاقاته. غير بهذه اللحظات براق وصحب البساط أيضا من تحت أقدام براق، جميعها مملوكة لهجن الشحانية، ولكن باختلاف المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي وسالم بن فاران المري من يقدم لنا براق، وأيضا الوهيبي من يقدم لنا براق بشعار هجن الشحانية. عاد براق بشعار هجن الشحانية لينطلق مع المركز الأول وأيضا يرافق سلطان بن محمد الوهيبي بهذا الانطلاق المميز وبهذه القيادة السليمة مع المقدمة ومع الصدارة مع المركز الأول. ينطلق براق يلوح ببيارق المنافسة والناموس مع الصدارة، ويحمل لنا هذا الشعار لدعم شعار هجن الشحانية وشوارد هجن الشحانية التي شاهدناها في هذه الفترة المسائية التي رافقها سلطان بن محمد الوهيبي في تقديم هذه الهجن بالمستوى العالي والرفيع. براق ينطلق بانطلاقة الفوز وبانطلاقة الناموس، يخلص الفارغ ويتواصل مع هذا المعانقة بكلمة الناموس ويسجل اسمه بحروف من ذهب مع ويدون اسمه أيضا مع اسماء الفائزين التي سوف نستجولها معكم بعد انقضاء أشواط هذه الفترة المسائية والأمسية المسائية التي رافقناها مع هذه الانطلاقة المميزة. إذا نشاهد لحظة وصول براق إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس ومحقق هذا الانتصار المميز. مهني هجن الشحانية والثاني سلطان بن محمد الوهيبي، ثاني مراكز براق لهجن الشحانية المركز الثالث، السعدي لهجن الشحانية المركز الرابع، كارسوم غبر الصداوي لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود المركز الخامس، الطاير لهجن الشحانية. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء شاهدنا وتابعنا هذه المنافسة الجميلة والانطلاقات المميزة من قبل الشعارات التي تواجدت في هذا الشوط وبهذه الانطلاقة. نعود بحضراتكم لنتابع ونسجل معكم هذا الانطلاق الجميل الذي إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء نتابع
انطلاقة براك إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بتوقيت زمني وغدا 9 دقائق 45 ثانية 55 جزء من الثانية. نهني هيج الشحانية وكذلك نهني المضمة سلطان بن محمد الوهيبي. ثاني المراكز كان الوصول من قبل براك المملوكة هيج الشحانية توقيت زمن 9 دقائق 47 ثانية 33 جزء من الثانية. نهني هيج الشحانية والثاني المضمة رسالة بن فرح المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل السعدي توقيت الزمني 4 دقائق 49 ثانية 83 جزء من الثانية. نهني